بهدف تحسين مستوى الخدمات الفندقية والنهوض بقطاع السياحة في الجزائر، افتتحت الطبعة 15 للصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفندقة والإطعام بالعاصمة، وذلك بمشاركة ما لا يقل عن 100 مؤسسة للتعريف بمنتوجاتها وبحث فرص شراكة في المجال. احنا avec la solution qu'on propose en fait c'est de proposer aux clients de vivre une expérience client digne de ce nom. Donc كي تدخلي في لا شامبر دوتيل تاعك تلقاي tout le confort qu'il faut pour gérer la lumière, pour gérer les stores, vous voulez les ouvrir, vous voulez les fermer à distance et sans vous déplacer. الجزائر كثفت جهودها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع السياحة، غير أن هذه المساعي لن تتحقق حسب الفاعلين في القطاع دون الاستثمار في العنصر البشري. العنصر الهام هو العنصر البشري، يعني لازم على الدولة يعني نزيدوا في هذه المؤسسات لتكون في تكوين هذو المسيلين في الجانب الفندقي والسياحي، والتكوين تاعهم يعني بطبيعة الحال راح يعود عنده أثر إيجابي على المؤسسات، يعني هما اللي راح تحسين خدمات عن طريق العنصر البشري. احنا واش نشوفوا يعني واش نتمناو انه هذه الفنادق والمؤسسات السياحية تمد نظرة يعني في التوظيف تاعها، تلجأ الى هذه المؤسسات يعني للتكوين لتوظيف الطلبة. نقص المواد الأولية الأساسية في صناعة التجهيزات الخاصة بالفندقة والإطعام هي من بين العراقيل التي يواجهها الناشطين في المجال. في المادة الأولية خاصة كي يكونوا مشاكل كما نقولوا خارجات على الاستيراد، وهذه اللي نواجهوها احنا، باسكو ما يخفالكش احنا شركة نديروا الصناعة في كما نقولوا ا نوتر سياج، الوغ عندنا بارفوم يجينا كميات كبيرة تاع الطلبيات، فالمشكل اللي نقدروا نواجهوه هو المادة الأولية اللي استوردوها. صراحة ما كانش مادة أولية هنايا، دوكي لو كان يكون مادة بينا، مي في الوقت الحالي بوغ افوار كيك شوز دو بو، كيك شوز دو مودرن اي دو كاليتي سورتو، باسكو لان نو فا با سون لوتر، دونك بوغ المومون اون ايت انتران دابورتي، اي ميم في لامبورتاسيون، تسمى ماشي قال اون امبورت وخلاص، ميم في لامبورتاسيون اون شوازي نو فورنيسور لابا. الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفندقة والإطعام تظاهرة اقتصادية مهمة من شأنها تمكين المؤسسات الناشطة في المجال من تبادل الخبرات لتحسين مستوى الخدمات وترقية السياحة في الجزائر لجعلها وجهة سياحية بامتياز.